المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الفقرة الطبية، وسيكون موضوعنا لهذه الفقرة عن بعض العادات الغير صحية وهي التبغ والقات والكحول والمخدرات. ما هي المخاطر الصحية للتدخين؟ مهما اختلفت أشكال التدخين أو أعمار المدخنين، فإنه يؤثر على أجهزة جسم الإنسان المختلفة ويؤدي إلى الإدمان. ومن الأخطار الصحية للتدخين نذكر ما يلي: يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، يسرع ضربات القلب، يؤثر على شرايين الدماغ، يؤثر على الجهاز العصبي المركزي حيث يحد من وصول الأكسجين للدماغ بالشكل الكافي، ويسبب أمراض الرأس والدوخة، وكذلك يسبب السعال وضيق في التنفس مستمر، ويزيد من معدل البكتيريا الضارة في الفم، ويزيد من نسبة احتمالية الإصابة بسرطان الفم لدى المدخنين، ويؤذي الأسنان واللثة، ويسبب رائحة في الفم كريهة مع اصفرار الأسنان، ويزيد من خطورة إصابات السرطان في الثدي والرحم للنساء، ويؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الإجهاض وحالات النزيف وانزلاق المشيمة والولادة المبكرة وتسمم الحمل في النساء، كما أنه يؤدي إلى نقص وزن الجنين، ويحدث تغيرا في نبرة الصوت، ويزيد من تجاعيد الوجه، ويؤثر على نظارة الوجه، ويزيد من إمكانية حدوث هشاشة العظام. فهذه كلها أهم أضرار التدخين. أما القات فله أضرار متعددة كذلك على جسم الإنسان، نذكر منها ما يلي: القات له أضرار على جسم الإنسان، منها يسبب الإمساك، يجعل الأمعاء مكان خصب لنمو البكتيريا والديدان، يسبب تباطؤ في حركة الأمعاء، يسبب القات إصابة الإنسان بالبواسير، وكذلك يسبب القات العديد من الأضرار للمريء مثل التهاب المريء والقرحة، وكذلك يسبب فقدان الشهية، ويسبب القات أمراض وضعف في جهاز المناعة، ويحتوي القات على الكثير من المواد السامة التي تنتقل إلى الكبد فتسبب له الأمراض الكبدية، ويتسبب القات في ضعف حركة وتعطيل عمل الكلى، ويؤدي في الفترة الطويلة إلى حدوث تكوين الحصوات في الكلى، ويساهم القات في تنشيط الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة، ويسبب عدم الشفاء منها وجعلها تأكل في الجسم وتتطور تطورا رهيبا. كذلك القات يسبب أمراضا للأوعية الدموية، فيسبب تصلب الشرايين، ويجعل الإنسان أكثر عرضة لأمراض القلب، ويسبب كذلك إصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. فهذه أهم أضرار وأضرار القات كما ذكرناها وأسلفنا ذكرها في الأضرار السابقة. أما أضرار الكحول والمخدرات، فالكحول والمخدرات كذلك لها أضرار متعددة، بما أنها أيضا يجب علينا تجنبها تماما، كذلك استهلاكها لفترة طويلة لمن ابتلي بها يؤثر ويؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة تصيب الإنسان، منها الإصابة بأنواع من السرطانات المختلفة الخبيثة مثل سرطان الأمعاء وسرطان الحلق وسرطان الحنجرة وسرطان المريء والسرطان الخبيث الذي يصيب الكبد، بالإضافة إلى احتمالية إصابة السيدات المدمنات بشرب المواد الكحولية بسرطان الثدي. كذلك الإصابة بالالتهابات مثل التهاب البنكرياس المزمن يعتبر من أبرز أخطار الكحول، خصوصا عند الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من مادة التريجليسيريد في خلايا دمهم. يؤدي تناول المشروبات الكحولية بشكل مستمر إلى رفع مستويات هذا الهرمون أو في الدم، مما يؤدي إلى أمراض متعددة. كذلك الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ بسبب تأثيرات الكحول المفاجئة. كذلك الكحول يؤثر على المرأة الحامل، فمن الطبيعي أنه يسبب الإجهاض والتشوهات في بناء الجنين وتكوين الجنين. كذلك تناول المخدرات والكحوليات أثناء قيادة السيارات يؤدي إلى فقدان التركيز، ويؤدي إلى التعرض لحوادث سير مميتة أثناء القيادة بشكل مفاجئ، تؤدي إلى خطورة الحوادث بشكل مفاجئ للأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول. كذلك زيادة خطورة الموت الفجأة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مثل أوعية القلب وغيرها، قد تؤدي إلى وجود توقف القلب أو حدوث السكتة الدماغية أو السكتة القلبية بسبب شرب الكحوليات. كذلك يشعر من يداوم على شرب الكحول بالاكتئاب المزمن وعدم الشعور بالراحة بسبب تعوده على تلك المواد التي تذهب العقل. نسأل من الله تعالى أن يبعدنا عن هذه العادات السيئة، وأن يمن علينا بالصحة والسلام والأمان.